وأدعوك كيف حصل الآباء التلاميذ على سفر كهنوت قبل صعود المسيح، قبل أن يبعث المسيح الروح القدس إليهم ليحل عليهم. فهل ممكن الروح القدس لما حل عليهم في يوم 50 كان لإعطائهم قوة على التبشير، ولكن هم أخذوا الروح القدس الخاص بالكهنوت بالذات؟ في يوحنا 20 بيقول فنفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرتهم ومن أنسبتم عليه السكن. فهم أخذوا الروح القدس قبل أن يأخذوا الكهنوت.